طلابنا الأعزاء بالمحاضرة الجديدة اللي راح نكمل بها شرح النيرف أند مسل فيسيولوجي، فسلجة الأعصاب والعضلات. اليوم المحاضرة كلش ممتعة وجميلة، نسولف بها عن Transmitting of Nerve Impulses، انتقال الإعاز العصبي. احنا بديش المحاضرة سولفنا شلون دا يتكون الأكشن بوتنشال، شلون دا تصير الكهرباء داخل الخلية العصبية. اليوم راح نشوف شلون هذا الإعاز اللي كوناه، هذا خلينا نقول اكشن بوتنشال، هاي الكهرباء اللي صارت داخل العصب شلون راح ننقلها على طول العصب. جيد، فخلي بالك وياي وانتبه، خل اشرح لك الان على هذا الصورة. انا بالبداية اشرح لك على الرسم انه بعدين اقرا لك حتى تفهم شنو دا يصير من نقرأ. بالمحاضرة السابقة سولفنا عن الاكشن بوتنشال اللي هو تحول الخلية من السالب إلى الموجب، فإذا ما قاريها اقراها وتعال. وقلت لك شلون يصير الأكشن بوتنشال وشلون تصير كهرباء داخل العصب. الأكشن بوتنشال اللي أخذناه بذيك المحاضرة كان يصير هنا بالأكزن هيلك، هنا هاي المنطقة اسمها أكزن هيلك، تمام؟ كان يصير الأكشن بوتنشال هنا بالأكزن هيلك، فهذا الأكشن بوتنشال صار بالأكزن هيلك، فأنا أريد أنقله من الأكزن هيلك من هذه المنطقة إلى على طول العصب لحد ما يوصل بالتير من الأكزون، لحد ما يوصل لهنا، تمام؟ أعيد، أنا بديك المحاضرة سولفت لك عن الأكشن بوتنشال وقلت لك يتكون هنا بالأكزون هيلك. اليوم نريد نسولف شلون هذا الإعاز العصبي اللي كوننا هنا شلون ننقله على طول الإعاز العصبي، شلون ده ينتقل حتى يوصل للتير من الأكزون. جيد، الإعاز العصبي قلنا والأكشن بوتنشال حيتكون هنا، فخل أشرح لك الآن على غير رسم الكلام الباقي. شوف عزيزي، جبت لك هذا الرسم. احنا هذا أكسون، هذا أكسون، جيد، هذا أكسون، هذا أكسون، جيد، وهذا مايلين شيث. تشوفه هذا الرصاصي مايلين شيث. تتذكر انت الاكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال سويناه بهذه المنطقة اللي راح يسميها منطقة اي، هذه المنطقة شوفها، هاي منطقة سميها أي، منطقة أي، جيد، وهذا المنطقة منطقة بي. الأكشن بوتنشال صار هنا بهذه المنطقة، صار منطقة أي، شوف داخل الخلية موجب لأن بيها أكشن بوتنشال، يعني داخل الخلية صار موجب، تحول من سالب صار موجب، فهاي المنطقة الأي بيها أكشن بوتنشال، بينما منطقة بي بشوفها بعد هي سالب، إذا هاي ما بيها أكشن بوتنشال. زين، فهاي المنطقة أي اللي بالنيرف اللي بالنيورونس اللي صار بيها اكشن بوتنشال، شلون راح ينتقل هذا الاكشن بوتنشال للمنطقه الثانيه؟ اللي راح ينتقل هو لتوزع الايونات بشكل متساوي. تتذكر الاكشن بوتنشال، بالاكشن بوتنشال بهذه المنطقه اي دخل الصوديوم بكميات كبيره جدا، فصارت هواي شحنه موجبه هنا، شوف الشحنه الموجبه كلش عاليه، شحنه موجبه كلش هواي شحنه موجبه، فهذه لازم تتعادل الشحنه الموجبه، لان شنو شحنه موجبه متركزه بهاي المنطقه؟ انا ما اريد شحنه موجبه متركزه بهاي المنطقه، فهاي الشحنه راح تنفر الى مناطق اخرى لانها متركزه بهاي المنطقه. شلون انت عندك غرفه هنا، عندك غرفه هنا وغرفه بصفها، وبيناتهم اكو يعني مثل البردة أو شيء، مثل البردة أو شيء، وأنت تجيب وتدخل هنا أشخاص، فمن يدخلون هنا هواي أشخاص، هواي أشخاص ويزاحمون في هذه المنطقة، فراح ينفذون للغرفة الثانية ويتوزعون بالغرفة الثانية اللي يعزل بين الغرفتين بردة، فراح ينفذون من هالغرفة لهاي الغرفة. كذلك هنا الشحنات الموجبة راح تتركز هنا، فحتى تتعادل الشحنات، الشحنات شنو؟ الشحنات الموجبة وما تبقى يعني بزخم وازدحام في منطقة واحدة، راح تنفر وتروح للمنطقة اللي بصفها وتشرد للمنطقة اللي بصفها، فيصير تعادل الشحنات. فهو هذا المبدأ الأساسي لانتقال الشحنات الكهربائية، فهيك راح ينتقل النيرف امبلسز. بس بعد بي كلام أريد أوضح لك إياه شلون. شوف، خلنا نجي لهذا الرسم أشرح لك إياه. إحنا قلنا هذه منطقة أي، بوينت أي، وهاي بوينت بي. قلت لك بالبوينت اي صار اكشن بوتنشال، شوف هذه الصفر هي قنوات الكالسيوم ما لها علاقه، مسدوده، اما ذن القنوات اللي هن ورديات او حمر هن قنوات الصوديوم اللي هن راح ينفتحن بالاكشن بوتنشال، فمثل ما تشوف صار اكشن بوتنشال، فهاي القناه انفتحت، فمن انفتحت هذا بالاحمر اللي هو الصوديوم كله دخل لي جوا، فمن دخل لي جوا شوف اشتعلت الخليه، اشتعلت الخليه، معنى شنو اشتعلت الخليه؟ معناه صار اكشن بوتنشال. جيد، معاني ارجع،
قلت لك اشتعلت الخلية، معنى اشتعال الخلية بهالشكل يعني صار اكشن بوتنشال، دخل الصوديوم داخل الخلية، فشوف شلون الصوديوم ازدحم داخل الخلية، شوف شلون الصوديوم ازدحم داخل الخلية، كلش ازدحم الصوديوم داخل الخلية. زين، فراح ينفذ المنطقة الثانية اللي هي منطقة بي. زين، خل اشرح لك اياها على ذيك الصورة، هاي طلعت انا لهذه الصورة وشرحت على ذيك، قلت لك هاي بوينت اي وهاي بوينت بي. بوينت اي مثل ما تشوف انه قلت لك هاي القنوات الحمر اللي هي قنوات الصوديوم انفتحت، فالصوديوم كله دخل لي جوا، وشوف اشتعلت الخليه، صارت هاي الصفره شراره، معناها اشتعلت الخليه، صار بيها اكشن بوتنشال. جيد، مثل ما تشوف الصوديوم كله جوا متمركز، شوف حاط لك هنا حمار، كل شيء هواي حمار، نوب يصير برتقالي، نوب اصفر والى اخره، معناه شنو؟ معناه هذه المنطقه الحمراء كلش، معناها هواي الصوديوم متركز بيها. فحتى يتعادل الصوديوم وما يبقى مزدحم في هذه المنطقة حينفذ للمنطقة اللي بصفها اللي هي هاي المنطقة النوب اللي بصفها وهكذا. زين، ولكن احنا هنا دناخذ اكزون، هنا بهذا الرسم دناخذ اكزون ما بي مايلين شيث، ما بي هذا المايلين شيث اللي سولفنا عليه. فبما انه ما بي مايلين شيث، فهذه الصوديوم انت مثل ما تعرف السيل ممبرين ينفذ يعني الشحنات وينفذ الاشياء، يعني الشحنات ما تبقى بي، صح لو غلط؟ الشحنات ما تبقى بي، يعني شوف الشحنة وهي دا تنتقل للمنطقة اللي بصفها راح تعبر عن طريق إنشاء الخلية وتنفذ لي برا، لأن ماكو مايلين شيث عازل كهربائي. فبما أنه ماكو عازل كهربائي فهي راح تنفذ لي برا، شوف راح تطلع لي برا وهي بطريقها للمنطقة الجاية، وهكذا بالتدريج راح يخلص الصوديوم، وهو يمشي لقدام ده يطلع لي برا، وهو يمشي لقدام ده يطلع لي برا، فده يخلص الصوديوم. جيد، فلذلك أنا حتى ينتقل الأكشن بوتنشال من منطقة إلى منطقة ثانية لازم من يوصل لهنا لازم يصير أكشن بوتنشال جديد، وتدخل ايونات صوديوم جديدة، لان اكو ايونات صوديوم تطلع، فلازم اسوي اكشن بوتنشال جديد، فاشعل هنا نار واشعل هنا نار واشعل هنا نار، فحتى اجدد الاكشن بوتنشال، يعني اسوي نيو اكشن بوتنشال. جيد، فيقول لك هنا ترى هذا الاكزون هو مو مثل السلك الكهربائي، هو نعم المبدا نفس مبدا السلك الكهربائي، لو هذا سلك كهربائي فالكهرباء راح تنتقل منا وتنتقل لهنا وتنتقل هنا وهكذا، ولكن هذا الواير الكهربائي يكون معزول بهالشكل بعازل كهربائي، فما يخلي الكهرباء تطلع، ولكن هنا هذا النير بدون المايلين شيث، نحكي بدون المايلين شيث، هذا لو افترضنا هذا نير، خلينا نرسمه بالاصفر الاكزون اللي هو بدون مايلين شيث، فبما انه بدون مايلين شيث وهنا اكو صوديوم، فمن دي ينتقل الكهرباء للمنطقة الثانية ماكو عازل كهربائي، فجزء من عنده راح ينفذ ويطلع لي برا، انه بيكمل يمشي لي قدام، وايضا جزء من عنده يطلع لي برا، وبالنهاية وهو دي يمشي دي يخسر، فاني لازم واجب علي اجدد الاكشن بوتنشال، فلازم هذا الصوديوم من ينتقل منه للمنطقة الثانية مو راح يطلع من عنده شوية، فأنا لازم أيضا أسوي أكشن بوتنشال جديد وأحرق هاي المنطقة وأسوي بها أكشن بوتنشال جديد وتمشي، ومن يطلعها أسوي أكشن بوتنشال جديد وأدخل صوديوم جديد وهكذا. زين، هذا اللي صار، وهذا همينه مو كافي، لأن الأكشن بوتنشال الجديد شوف هسه هذه منطقة أي انتقلت المنطقة بي، وهنا ندى يشرح لك منطقة بي، شوف هاي المنطقة بي صار بها أكشن بوتنشال جديد ومشت، وهنا منطقة سي هم راح يصير بها أكشن بوتنشال جديد، ولكن هذا أيضا مو كافي. ليش مو كافي؟ لأن الأكشن بوتنشال ياخذ وقت، يا الله يصير نعم هو وقت كلش قليل 0.1 ملي سكند كلش قليل، ولكن هذا على طول النيورونز حياخذ مني وقت هواي، يعني نسبيا حيكون هواي، لذلك أنا لازم اكبر الوقت اللي يصير بي الاكشن بوتنشال، لازم اخليه يبقى الاكشن بوتنشال اكبر قدر ممكن. فشلون راح اسوي؟ الله عز وجل خلق المايلين شيث، فشوف هنا من صار مايلين شيث، شوف منطقه اي مو صار بها اكشن بوتنشال، مو صار بها اكشن بوتنشال ودخل الصوديوم لي جوه، وقلت لك تركز، ومن تركز راح للمنطقه الثانيه، ولكن شوف من هنا لهنا ولا ذره صوديوم خسرت، شوف
ابد هيك اريد اوصل لك حتى الفكره اقصد. شوف ما خسر لان اكو هذا المايلين شيث، شوف عازل كهربائي، هذا العازل الكهربائي ما خلى الصوديوم ينفذ، ما خلاه ينفذ، وانما خلى الصوديوم يبقى لي جوا وخلاه يمشي. ومن وصل لهاي المنطقه، نعم هذه المنطقه ما بها مايلين شيث، فهنا أنا راح شويه يخسر صوديوم، ولكن هو من يخسر صوديوم انا ايضا راح اجدد اسوي اكشن بوتنشال جديد. ها فشوف بنقطه بالرسم الثاني بيوضح لك انه هذا عود رسم 1 وهذا الرسم الثاني التكمله مالته. شوف بنقطه بي صار مو وصل لهنا الاعاز، بنقطه بي شوف صار اكشن بوتنشال جديد ودخلت جزيئات صوديوم جديده، وهم انا تركزت هنا وانتقلت المنطقه سي، شوف لي سي، وايضا اكو عازل كهربائي فما خلاها تطلع ولذلك مشت لقدام، ولكن من وصلت لهنا شوي تسرب من عندها، وايضا المنطقه سي راح يصير اكشن بوتنشال جديد ويدخل لي جوا. فهذا يسموه جامبينج يعني قفز مال اكشن بوتنشال. تشوف الاكشن بوتنشال وكانه يقمز من منطقه الى منطقه ثانيه، يعني شلون؟ خل اوضح لك اياها، خل اوضح لك اياها عزيزي مشاهد. شوف هذه المنطقة، هذه المنطقة اي اللي صار بيها الاكشن بوتنشال، ليس جنزين هاي المنطقة الاولى سوري، هذه اي بالرسم الاول شوف صار اكشن بوتنشال، فقمز للمنطقة بي بدون ما يخسر ولا شوي اكشن بوتنشال، انه بمنطقة بي شوف صار اكشن بوتنشال جديد، فقمز لمنطقة سي بدون ما يخسر، ومنطقة سي هم يصير اكشن بوتنشال وهمين يقمز، فهذا يسموه جامبينج. جيد هسه لحد الان اتوقع واضح، فخلنا نبدا نقرا، سولفت لك كل التفاصيل بس نجي نقراهن. يقول لك الترانسميشن اوف امبلسز او يسموه بروبيجيشن اوف اكشن بوتنشال، بروبيجيشن يعني انتقال، بروبيجيشن يعني انتقال الاكشن بوتنشال. زين شلون يصير انتقال الاعاز العصبي الامبلسز او الاكشن بوتنشال؟ يقول لك الاكشن بوتنشال از تريجد وين بالاكسون هيلكس، تذكر الاكسون هيلك سولفت لك عليه، هو يبدي ترقد ويشتعل بالاكسون هيلكس نتيجه لوجود لارج نمبر اوف صوديوم، دي سولف لك الاكشن بوتنشال اللي احنا نعرفه، وينتقل على طول الاكسون. جيد هذا ك يسموه يعني الحكي بشكل عام، يحكي بشكل عام اجمال، هذا اجمال يقول اجمال ثم تفصيل، فده يحكي اجمال انه بعدين يفصل. فيقول لك انه هو يبدا بالهيلكس انه بسبب وجود الصوديوم طبعا بدا وصار الاكشن بوتنشال وراح ينتقل على طول الاكسون، هذا كاجمال. خلينا نجي للتفصيل، فيقول لك الكميه العملاقه من البوزيتيف تشارج داخل الفيرنج سيجمنت يعني المنطقه المشتعله اللي هي الهيلك، ايش راح يصير بيها؟ راح لازم يتم موازنتها equilibrated يعني شنو equilibrated يعني شنو؟ طبعا ده الفاظ غلط equilibrated معناها يتم موازنتها، حتى يتم موازنتها عن طريق adjacent segment يعني المنطقة المجاورة، نتيجة لشنو؟ نتيجة لأنه هذا التيار الكهربائي راح يصير بفلو يمشي وينتقل من منطقة لمنطقة، قلت لك راح يروح من السيجمنت الأولى للسيجمنت المجاورة لها، لأنه حد على مود الموازنة حتى يتم موازنتها، لأن هناك متركزة كميات كبيرة وهنا ما بيها، فراح تروح للمنطقة الثانية حتى يصير توازن. هاي فيري فاست هاي العملية لايك بالواير اوف الكتري الكتري سيتي يعني مثل الاسلاك الكهربائيه. جيد نكمل. يقول لك النير فايبر هو مو سولد واير، هو مو واير صلب مثل الواير الكهربائي، بالعكس هو ليكي اند سراوندد باي سي اوف الكترولايز، بالعكس هو يتسرب من عنده وهو محاط ببحر من الالكترونات، فلذلك الامبلسز راح جراديوالي يعني بشكل تدريجي سبسايد، راح يهدأ هذا الامبلسز تدريجيا شوي شوي لان راح تتسرب الالكترونات، اذا لم اسوي نيو اكشن بوتنشال، تمام؟ فانا راح اسوي نيو اكشن بوتنشال حتى اجدد الاكشن بوتنشال، جيد؟ بالادجيسنت سيجمنت اوف اكسن، فاسوي اكشن بوتنشال بالادجيسنت سيجمنت بالمنطقه اللي بصفها. جيد
وهذا الرسم شرحت لك اياه. Every new wave will cost time 0.1 ملي سكند for each action potential. كل نيو ويف راح يستغرق 0.1 ملي سكند حتى يسوي اكشن بوتنشال جديد، اللي هو راح ياخر بشده الانتقال مال امبلسز. ليش؟ لانه ملي سكند وملي سكند راح يتجمع ويصير وقت طويل نسبيا، فراح ياخر لي الانتقال مال اكشن بوتنشال. لذلك الله عز وجل خلق ماينين شيث راح يوفر انزوليشن عزل حتى يمنع التسرب مال الايونات، وبالتالي يزود الكوندكشن فيلوسيتي، يزود سرعه ايصال الايعاز شنو العصبي. زين، فيصير اوجمنتد ستيشن تو سترينث ذا اون جوينج ويف اوف ديبولاريزيشن، فتصير محطات تقويه. يعني من منطقه اي، شوف من منطقه اي، من منطقه اي يروح المنطقه بي، وبمنطقة بي نعم هو صح راح يضعف، بس هنا راح يقوى، سوى اكشن بوتنشال جديد واقوي. ويروح المنطقة سي صح راح يضعف، بس اسوي له اكشن بوتنشال جديد واقوي، وهكذا سموها اوغمنتد. راح يصير شنو؟ راح يصير اوغمنتد. جيد، طبعا هاي ما نسيت اقرا لك اياها. يقول لك الانزوليشن از انتربتد عن طريق ريجولار انترفلز باي نودز اوف رانفر، اللي هي قلت لك اوغمنتد ستيشن. هاي محطات التقويه يسموهن نود اوف رانفر، عقد رانفر. شنو هاي عقد رانفر؟ انا شرحت لك اياها، بس هنا أنا من حيث المصطلحات دي احكي لك اياها. مو قلت لك هذا الايعاز دي ينتقل من نقطه اي لنقطه بي دي يقمز، فهنا أنا من يوصل للنقطه بي هاي يسموها نود اوف رانفرز، عقد رانفرز. هاي شنو هاي؟ هاي يصير بها تقوية، فهنا اللي هي نقطة بي نفسها هاي الجوة، شوف يصير بها اكشن بوتنشال جديد، فيصير بها تقوية، يصير بها تقوية. هي هاي عقد رانفرز اللي بين الماينين شيث، بين ماينين شيث وماينين شيث يسموها عقد رانفرز. عقد رانفر سين. زين، نكمل. بس هنا أنا أرد أسولف لك شيء، أرد أسولف لك شيء. شلون دي يصير النيو أكشن بوتنشال؟ شلون دي يصير النيو أكشن بوتنشال؟ النيو أكشن بوتنشال شلون دي يصير؟ يعني أوضح لك السؤال. نعم هنا أنا بالمنطقة الأولى عرفنا شلون صار الأكشن بوتنشال. يا بشلون صار الأكشن بوتنشال منطقة أي؟ إحنا سولفنا بالمحاضرة السابقة الأكشن بوتنشال شلون يصير. يجي ستيمولس من برا، هذا الستيمولس قد يكون كيميكال، قد يكون فيزيكال، قد يكون كيميائي، قد يكون فيزيائي، قد يكون كهربائي، يعني خارجي، ستيمولس خارجي على الاكسون يحفزه ويخلي قنوات صوديوم تنفتح ويدخل الصوديوم ويصير اكشن بوتنشال. هذا الاكشن بوتنشال اخذناه بالمحاضره السابقه اللي تتعرفه، اللي هو بسبب ستيمولس خارجي. ولكن هذا الاكشن بوتنشال الثاني اللي نسميه نيو اكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال الجديد اللي صار، هذا شلون دي يصير؟ هذا شلون الميكانيكيه مالته؟ هل هو ايعاز خارجي؟ لا مو ايعاز خارجي، لا عاد شلون؟ هذا انا اعبر عليه تعبير اقول يا هذا ايعاز داخلي. شلون ايعاز داخلي؟ يعني طبعا هذا ما نذكر بالمحاضره، بس للمعلومه خاف واحد يسال. انا العام سالت وبحثت وعرفت هذا الجواب. من الايونات تنتقل من هذه المنطقه اي للمنطقه بي، وصول الايونات هنا نشوف بالصوره الثانيه، وصول الايونات لهذه المنطقه، شوفها وصولها للمنطقه الثانيه راح بمعنى دي يسوي تحفيز لهاي القنوات ويخليها تنفتح. اعيد هذه الاكشن بوتنشال الاول عرفناه بسبب ستيمولس خارجي. زين، صار الاكشن بوتنشال، انتقال الايونات من المنطقه اي للمنطقة B، يعني هنا بهاي الصورة شوفها، من وصل هنا للمنطقة B، من وصل للمنطقة B، وصول الأيونات وتجمعها للمنطقة B، هذا وصولها هو معناه تحفيز. هذا وصولها هنا وتجمعنا هو تحفيز، هو اللي راح يحفز هاي القنوات وراح يخليها تنفتح وتدخل الصوديوم. زين، بمعنى آخر هذه قنوات الصوديوم مش مدريها هي راح من، مش مدريها انه هي لازم تنفتح
وتسوي اكشن بوت ان شاء الله اقول لك ايش مدريها، هي راح تدري انه من يوصل لها الصوديوم من منطقه اي يوصل لها المنطقه دي هنا، من يوصل لها الصوديوم هو هذا يعاز لها انه تنفتح. جيد، وهذا الكلام انا كاتب لك اياه هنا حتى خاف تريد تقرا. جيد زين نكمل. By triggering new action potential wave because this node is rich in sodium channel. هذا الكلام كله واضح. هاي النود اوف رانفر تكون غنيه بقنوات الصوديوم، لذلك من يوصل لها الصوديوم راح تنفتح وتسوي نيو اكشن بوتنشال، كله ندري به. زين، هذا يسمى ساتيتري كوندكشن. ساتيتري كوندكشن يعني الانتقال عن طريق القفزات، اللي هو بيكوز جامبنج فروم نود تو نود. قلت لك من نوده النوده يعني من عقده العقده، هذه عقده وهذه عقده، راح تقمز من عقده لعقده، فيسموه ساتيتري كوندكشن. جيد نكمل، وصلنا لهنا ساتيتري كوندكشن، وهذا الرسم سولفنا به، هذه اخير كتابه موجوده عندنا هنا. هذه خل اوضح لك اياها بالرسم قبل ما اقراها. شوف عزيزي، احنا قلنا دي يصير اكشن بوتنشال المنطقه اي ودي ينتقل للمنطقه بي. زين، ايش مدري ليش هذا الاكشن بوتنشال دي ينتقل من منطقه اي لمنطقه بي؟ ليش دي يمشي لي قدام؟ ليش دي يمشي لي قدام؟ خو يرجع لي ورا، خو يرجع لي ورا. يعني مثلا من نوصل للنقطه بي، ليش من نقطه بي همين اكمل النقطه سي؟ ليش من نقطه بي ما رجع النقطه اي؟ هو مو الغرض من عنده انه هنا زخم الايونات حتى يتوازن فيروح لي قدام من اجل التوازن، ما هو يقدر يرجع لي ورا وهمين يسوي توازن. ليش دائما يمشي لي قدام وما يرجع لي ورا؟ هو هذا السؤال، هذا السؤال مجاوبين عنه، وانت اذا قارن المحاضره السابقه راح تعرف الجواب. بس احنا لو كنا محاضره حضوريه كان سالتك وارد اشوفك تربط لو ما تربط. راح تربط من المحاضرة السابقة، تتذكر بالمحاضرة السابقة قلت لك الابسوليوت ريفراكتوري بيريد منطقة فترة الإباء المطلق، من يصير الاكشن بوتنشال بمنطقة اي، ومن يصير الاكشن بوتنشال بمنطقة اي ما اقدر اسوي اكشن بوتنشال بهاي المنطقة الا لما ترجع للريستنج ممبرين، فلازم ما عندها فرصة الا تروح لي قدام، ما عندها فرصة الا تروح لي قدام، لأن ذن القنوات يمكن تحفيزهن ويمكن استثارتهن، أما ذن القنوات لا يمكن بعد تحفيزهن واستثارتهن إلا يرجعن للريستنج ممبرين بوتنشال، لأن ذني ما رجعن لشنو للريستنج فبيهن أبسوليوت ريفراكتوري بيريد. زين، هذا أسباب، هذا سبب سوري. إذا نقدر نعيد باختصار أنه يابا خلينا نقول إحنا بمنطقة بي، خلينا نقول إحنا بمنطقة بي، هذا احنا منطقه بي، الايعاز والايونات دا تروح من منطقه بي لمنطقه سي، ايش معنى؟ ليش ما دا ترجع المنطقه اي؟ اقول لك ما دا ترجع المنطقه اي لكلمه واحده، لانه هذه المنطقه معانده وما ترضى. شلون معانده وما ترضى؟ لان ذن القنوات شوف المسدودات ان اكتف، سوري ان اكتف، ذن قنوات الصوديوم ان اكتف، بعد ما يصير انه ما يسوون اكشن بوتنشال جديد الا لما نرجع للريستنج ممبرين بوتنشال، وهن بعدهم ما راجعت، لذلك الايونات تضطر لازم تروح بعد لي قدام، لان ذن تقدر تحفزهم وتقدر تسوي نيو اكشن بوتنشال. زين، خلنا نجي نقرا الكتابه. خلنا نقرا الكتابه. زين، فشنو يقول؟ يقول يابا ات ترافلز in only one direction، الإيعاز ينتقل باتجاه واحد فقط، بس يمشي لقدام ما يرجع لي ورا، من سوما تو أكسون، من السوما يعني من جسم الخلية للأكسون تيرمينال. هذه الخلية شوفها، شوف هاي الخلية، هذا جسم الخلية اللي سميناه سوما، هذا جسم الخلية اللي سميناه سوما، فالإيعاز ينتقل من السوما من جسم الخلية ويمشي ويوصل للسير تيرمينال، ما يرجع لي ورا، إذا يمشي بس بون دايركشن. زين، يقول ليش؟ تقول له ها، تقول له not in opposite direction، مو بالopposite direction وانما فقط بالدايركشن الامامي. جيد، ليش مو بالopposite direction؟ انا هنا ايضا بجاوبك، نكمل.
فيقول because لما الاكشن بوتنشال lifts certain segment is cannot return immediately to the same segment that passes an absolute refractory period. قلت لك هاي المنطقة اللي صار بها اكشن بوتنشال بعد ما تقدر ترجع ما تقدر تتحفز قنوات الصوديوم الا لما ترجع للريستنج ممبرين، لان هي في منطقة absolute، لانها في فترة absolute refractory period، منطقة اباء مطلق، لذلك it proceeds forward، تمشي راح لي قدام وتسوي نيو للنيو ريستنج سيجمنت، تروح للمنطقة اللي قدام اللي هي بها ريستنج وبها راحة، فتقدر تسوي بها اكشن بوتنشال. زين هذه قلت لك. تعال الان خلي اعيد باختصار. شوف هسه هذا الاكسون، هذا السيل بادي، قلنا الإعاز العصبي وين يصير؟ خلي بدل القلم اخليه احمر. الإعاز العصبي يصير بهذه المنطقة سميها أكسون هيلك، فمن يصير بيها الأكشن بوتنشال راح تتركز الأيونات هنا وحتى تمشي لقدام، وينتقل الإعاز العصبي باتجاه واحد للسيال تيرمينال، ينتقل من السيال بدي للسيال تيرمينال باتجاه واحد. فنقرب نقول هنا صار أكشن بوتنشال، دخل الصوديوم، فزخم الصوديوم هنا راح يخلي الصوديوم يمشي لقدام، راح يخلي الصوديوم يمشي قدام، واكو مايل، اكو مايلين شيث، فما يخليه يتسرب، ما يخليه يتسرب، هيك مايلين شيث فما يخليه يتسرب. ومن يوصل لهنا يصير اكشن بوتنشال جديد، ويدخل ايضا الصوديوم من جديد بسبب تحفيز اجا من جوا، وصول الصوديوم لهذه المنطقه هو معناه تحفيز، فيفتح قنوات الصوديوم بهذه المنطقه ويخلي الصوديوم يدخل من جديد ويكمل الصوديوم، وهكذا باتجاه واحد لحد ما يوصل للسيل تيرمينال. هذا هو الترانسميتينج اوف اكشن بوتنشال. شوف هذا ايضا الصورة. خلصنا هذه المحاضرة طلابنا الاعزاء، شكرا لكم، مع السلامة.